تطبيق يساوي وزنه ذهب سمارت لينز للأندرويد. رابط التنزيل أسفل الفيديو. هذه النسخة فقط مجانية وهي فقط تدعم اللغة العربية 100%. قد تظهر أخطاء أحيانا يمكن تصحيحها التطبيق هذا. حسب علمنا هو التطبيق الوحيد من نوعه الذي يحول PDF إلى نص TXT بالعربي ويحافظ على الحرف العربي، ومن خلاله تستطيع ترجمة أي نص مكتوب PDF في الجهاز مباشرة بالدخول إليه عبر البرنامج نفسه. مثلا تقرير طبي، شهادة دراسية، خطاب، رسالة أو صفحة في كتاب إلخ. تستطيع أيضا، وهذا مهم، التقاط أي صورة تحتوي على كلمات، وتستطيع تحويل تلك الكلمات إلى نص قابل للتعديل والترجمة. ملاحظة مهمة جدا، لا تعمل تحديث للتطبيق ولا تجب بنعم أو لا بخصوص التطبيق، لأنك لو فعلت لن تستفيد منه إلا بعد شرائه بعد ذلك، بينما هو مجاني الآن. أما في حالة التحديث خطأً، احذف التطبيق ثم حمله من هنا مرة أخرى. أطيب أمنياتي. المكتبة الإسلامية الإمامية.